اولا غنبغي نبدا كنشكر هاد اللاعبين هادو اللي قدموا مباراه كبيره، وكما كتعرف المقابلات ديال البطوله الوطنيه فكاينين شي مقابلات اللي ما كيتلعبوش كيتربحوا. كنا حنا كان عندنا ان فوبا، درنا ان فوبا الماتش اللي فات ضد برشيد، ما بغيناش نكرروا نفس المباراه، دخلنا عازمين اننا نحققوا 3 نقاط، داكشي اللي تاثر لنا الحمد لله. كما شتي المباراه كانت صعبه، فريق بني ملال كيتخبط في المراتب الاخيره كيحاول انه يجيب الرباحات باش يقدر يصوفي، مي بون ما خليناش يرجع لسكه الانتصارات ولا يبدا سكه الانتصارات بفريق الجيش الملكي. كنحمد ربي ونشكره على هذا الفوز هذا، وان شاء الله القادم احسن ان شاء الله. ما نقولش لك علينا ضغط، هو بطبيعه الحال فاش كتلعب في فريق كبير كالجيش الملكي فمن اول الحوايج اللي كتجي قبل ما تسيني ان كونترا مع الجيش الملكي بطبيعه الحال ان غيكون عليك الضغط، حيت الجمهور كبير كيطالب بالقاب، كيطالب بشحال من حاجه من حقهم. حتى حنا متفاهمين هذه القضيه هذه، حنا ما نقولش لك علينا الضغط، مي ما كان معنا واحد لا مالشونس هي اللي لاعبه في المباريات اللي كانوا. الحمد لله حنا كنخدموا في التدريبات في التدريب، وان شاء الله نحسنوا من المستوى ديالنا ان شاء الله باش نسعدوا الجماهير. شكرا.